اكيد لا. جايه لي انا بتقولي لي كده؟ اهلا واضح، انا اسماء جلال. شايفة انه انا ممكن اكون شبه الفيل مثلا او الباندا، عايز اكل على طول وعايز انام. هختار مين؟ ممكن اختار الجاسوسات، كنت دايما مقتنعة ان انا هبقى الرابعة بتاعتهم. اغرب عادة ان انا لما ببقى متوترة قوي بحط الصباع الصغير بتاع رجلي على الصباع اللي قبل الاخير وبرتاح جدا. ياه، ده انا اصلا اسمي وحش ودلعي كله وحش، يعني سمسم، سماسيمو، ساسو، سوسو. لا سوسو بحبه بصراحة، سواء اي حاجة، اي حد معدي بيقول اي حاجة بيبقى دلعي. سكين كير بقى طول ما انا قاعده، سكين كير اقعد بقى اجرب لحد ما يجيلي ايه حساسيه من كتر اللي انا بعمله في وشي. ان انا اخد الحيوانات كلها من الناس اللي هي ما بتعرفش تهتم بيها واللي هي موقفينهم على السطح وفي الشمس وفي الجنينه واخدهم في مكان كبير قوي نلعب في الشارع ونبسط هناك كله كده.